مشان الله شغلونا مشان الله شغلونا مشان الله شغلونا لانه علي كثير ديون لانه علي كثير ديون لانه علي كثير ديون اربع سنين من البطاله عندنا بالاردن مشكله كبيره ومنتشره بشكل كبير ما في شغل يا كثير ناس او كثير طلاب بتخرجوا من الجامعات بتخصصات معينه بتكون مش مطلوبه بسوق العمل وبتغلبوا جدا ليلاقوا شغل ماشي بالشارع الدنيا حر وانا فاقع تليفوني رن مش شايف مش سامع ما تعصبنيش رايح على مقابله وانا لابس بدلتي كثير المجتمع انه انا يعني انا بدي ابني يكون دكتور انا بدي ابني يكون صيدلاني انا بدي ابني يكون مهندس يعني كأنثى شوي بمجتمعنا لسه صعب عليها انه تمارس كل الاشغال اللي ممكن يمارسها الشباب ثقافة انه البنت تضلها متأخرة بالليل لمدة طويلة يعني لسه عنا شوي فيها يعني فيها حكي ما في شغل يا مان ستوب